تفقد يعني اذا بدك او لما ما في نفس لما عم نقول في حوار لما عم نقول في حوار لما انطلق دولة الرئيس نبيه بري من سنه بالضبط بدعوته الاولى للحوار ثم بعد الدخول لمرحله الشغور واكد ب 31 اب على مبادرته الجديده اللي هي تجديد او تاكيد على مبادراته السابقه، كان واضح من البدايه وقال كلام واضح حول المبادره اللي هي حول المواصفات المطلوبه للشخصيه. وهذه المواصفات قد تنطبق على شخص، وعندئذ نكون وفرنا على حالنا ومنروح مننفذ او منترجم هذا التفاهم بصندوق الاقتراع، او قد تنطبق هذه المواصفات على اكثر من شخصيه وليس على شخصيه من خلال الاسماء اللي بدها تطرحها مجموعه الفرقاء المشاركين في الحوار على اثنين او ثلاثه، وكذلك الامر هذا بيكون ضمن تفاهم انه من تطبق عليهم المواصفات سيكون مدعوما من الجميع. صندوق الاقتراع هي الفاصل بين الجميع، اكثر من هيك شو المطلوب؟ هذا هو اللي بيسهل الوصول لانتخابات وانهاء حاله الشغور، وعدا ذلك سنبقى في الدوامه، سنبقى ندور وندور ونعلي السقف وكل من يغني على ليلى وعلى سجيته. في نقطة ملتبسة استاذ قاسم، انه في حال رحنا الى هذا الحوار واحترمنا النتيجة ولو افترضنا انه جهاد أزعور هو اللي حصل على الأكثرية، الرئيس نبيه بري بيقول انه نحن منهني 100%. طيب بس هيدي ما بتكون باب كمان للطعن بميثاقية هذه الانتخابات؟ لا، لانه في مكون شيعي كله ما صوت لجهاد أزعور. ما هون كمان مخاوف الفريق الآخر هذا من الاستخدامات هذا الدستورية. لو كنا سنذهب إذا هذه الانتخابات من باب تكريس منطق الغلبة، إنما إذا ذهبنا هذا الانتخابات بإطار توافق وتفاهم وبعد هذا الحوار بعد الأيام السبعة، فمن سيتم انتخابه سيكون مدعوما من كل الفرقاء بدون استثناء، وبتكون ايجابيين كمان بمرحله ما بعد الانتخاب وتاليف الحكومه طبعاً والمشاركه طبعا، لانه نحن بدنا ندخل بمرحله الانقاذ. خلاص المرحله الاولى، الخطوه الاولى على طريق الانقاذ، وبدايه المسار الانقاذي هو بانتخاب وجود رئيس جمهوري. وصلت رساله من الرئيس بري الى الحاضرين كانوا باليرزي، يعني هذه التطمينات كان من الاساس انه يسمعوها شركاء. طبعا لانه نحن للاسف مثل عم نسمع انه البعض حاول ضر الرماد في العيون بموضوع المبادره والتشويه، وطبعا تصوير الامور وكانها هي استهداف أو فرض إرادي، هو الأمر مش أبدا. يعني المبادرة كانت حول وصول لمواصفات، هالمواصفات قد تنطبق على مرشح، قد تنطبق على جهاد أزعور قبل ما تنطبق على سليمان الفرنجي، وقد تنطبق على سليمان الفرنجي أو الاثنين معهم ومعهم واحد ثالث ومعهم الرابع، وهول بيكونوا هن المرشحين لكل المتحاورين وللجميع، وصندوق الاقتراع هي بكون الفاصل. شو أكثر من هيك إيجابية؟ شو ممكن يكون في هيك خطوة متقدمة للمساعدة وللإسراع بين شو الرسالة اللي نقلتها امبارح من الرئيس بري إلى الحاضرين باليرزي؟ لا أبدا، يعني دوت الرئيس بالعكس من اللحظة الأولى أبدى كل إيجابية وقال نحن منفتحين، وكان واضح يعني من خلال كل هذا النقاش التأكيد على الحوار. نحن عم نقول لما كان بانتظار ما ستقول إليه زيارة لودريان وبعد تظهير مواقف كل القوى السياسية اللي بيبني عليها دولة الرئيس موقفه النهائي بتحديد التوجه بموضوع الحوار وتوقيته، طبعا هذه نقطة إيجابية. وعم نقول طبعا أنه نحن على أتم الاستعداد لنكون إيجابيين والمساهمة بتقريب وجهات النظر من خلال مبادرات الرئيس ومن خلال قدرته ومن خلال موقعه ومن خلال دوره وواجبه. نعم، فهم اللواء أشرف ريفي مثل ما قال من كلام امبارح لودريان أنه الرئيس بري سيعقد هذا الحوار بمن حضر، لا هل صحيح؟ الرئيس بري كان واضح في موضوع الحوار، ودائما هو يطمح إلى أن يكون هذا الحوار جامعا لأسمه حوارا وطنيا، ودائما يقول مهما كانت قدرات الحوارات الثنائية أو الثلاثية
إلا أنه يبقى الحوار الوطني الجامع والشامل هو الأمضى في مسار الإنقاذ اللي بنحتاجه بأسرع وقت ممكن. بس شو يعني هذا الكلام؟ هذا الكلام يعني أنه الرئيس بري سينتظر ونفسه طويل، سينتظر ولكن في النهاية لن ينتظر إلى ما شاء الله، لأنه البلد لا يحتمل الانتظار الطويل الطويل. لو كنا في ظرف مختلف ممكن كان يكون الموضوع كمان في توقيت مختلف، ولكن الآن سينتظر إلى أن يرى إلى الانتظار. لا طبعا هو بينه طبعا عنده هو رؤية معينة عم يستند له وفق معطيات تتوفر لديه والظروف اللي بلاقيها مناسبة، ولا بلاقي أنه هذا الظرف هو المؤاتي لإمكانية نجاح هذا الحوار، لأنه هو يراهن على نجاح الحوار وليس ليكون حوارا للحوار فقط، على نجاح هذا الحوار. يعني ما في، وهذا الأساس اللي عم يبني عليه بموضوع الوقت وعامل الوقت. نعم. كي لا يكون طبعا هنالك لا هدرا للوقت ولا تسرعا أبدا، إنما توقيت مناسب للوصول إلى نجاح واضح. يعني ممكن ينتهي أيلول ما يكون في طاولة حوار، ممكن يكون قبل كمان. إيه ممكن، يعني نحن بعد منتصف أيلول اليوم. نعم. نحن بنص أيلول. إيه ممكن، نحن ببلد في مفاجآت بكل مستويات الإيجابية والسلبية. نعم. ممكن يكون في خطوات اتصالات تتبدل المواقف، نحن عم نشوف يعني. نعم. في مواقف تبدلت بين لحظة ولحظة. ومن ضمن اللي بدي يعني أسألك عنه كمان، أنه هل حسيتوا بخيبة أمل من موضوع العقوبات، وخصوصا أنه مبارح باللقاء اللي صار باليرزي تبنوا أعادوا تبني البيان من اللقاء الخماسي اللي مذكور في الإجراءات بحق المعطلين، هل يخشى يعني الرئيس بري هذا الموضوع؟ لا أبدا، هذا موضوع تكرر مرارا وتكرارا، التهويل بالعقوبات. بس ما صارت جدية، مش جديد يعني، ولا مرة كان ممكن يكون ذات أثر ومؤثر على مواقف الرئيس بري وخياراته أبدا. زادته إصرارا وتمسكا بمواقفه وبخياراته وبالثوابت اللي صار عليها من البداية، بالعكس هذا كان عامل عكسي بإصرار الرئيس وتمسكه، لأنه الموضوع موضوع مبدئي ما هو موضوع مصلحي بمواقفه بكل قضية يطرحها، سواء كان بموضوع الاستحقاق أو غيره، الاستحقاق الرئاسي أو غيره من القضايا والملفات المطروحة وما إلى ذلك خلال السنوات والعقود يعني الماضية. ما يتهم من تاريخ السياسي، ما يتهم به الرئيس بري من فريق المعارضة تحديدا أنه دعا للحوار للتحايل على المجتمع الدولي بموضوع العقوبات. يعني للأسف يمكن البعض بيحاول أنه يتهرب من المسؤولية اللي عليه بتحليلات وبمواربات في غير مكانها، فبعتقد أنه هن بيعرفوا تماما الرئيس بري وكيفية تعاطيه مع مثل هذه السياسات اللي طبعا ما بتستطيع أن تنيل منه أو تخضعه ولا بلحظة من اللحظات. هذا بالعكس عم يزيده تشبث برأيه بمواقفه. هل لديه حظوظ بعد برأيك سليمان فرنجية؟ طبعا يعني ليه؟ اليوم يعني اليوم حد يوم حد اذا اليوم حد اليوم لا لا يعني. نعم. خلينا نقول نكون واضحين، ولكن نحن خلينا نكون واقعيين وموضوعيين. نعم. انا بدي اقول احنا في بلد، في بلد، بلد هذا بلد مفاجآت، بلد قائم على التسويات وظروفه هي اللي بتحكم. طبعا صحيح الترشيحات اليوم اكثر تقدما كان من غيره بظروف معينه، ظروف قد تخدم حتى الآن أو بعد قليل وقد لا تخدم إذا ما طال الأمر، خلينا نكون واضحين. نعم. ولكن هذا الموضوع يعني ما يعني أن فريقنا ثابت حتى الآن على مواقفه، ولكن طرحه لموضوع الحوار من خلال مبادرة الرئيس بري لا يعني ضعفا
ولكن قوة والتفتيش عن مصلحة البلد، وما نشوف مصلحة البلد نحن مع مصلحة البلد. يعني أنا اللي بفهم من كلامك أنه بعدكم ثابتين على ترشيح سليمان فرنجية حتى هذه اللحظة، وفكرة الحوار حتى لو ما وصلت سليمان فرنجية أنتوا بتقبلوا بالنتائج المنبثقة عن طبعا هذا لأنه نحن لما دعينا للحوار دون شروط، لما ندعي للحوار دون شروط ما نتوافق عليه، على طاولة الحوار هو سنقبل بس أنا عم قلك